السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة الثورة الإسلامية في إيران ومناسبة اندلاع الحراك في البحرين المحق في كل مطالبه والنموذج بحراكه وبأبطاله، قبل أن أجيب مباشرة على هذا السؤال سأقوم بمداخلة سريعة عن كل الحراك العربي الأخير الذي شاهدتموه وتابعتموه تفاصيله. اختلف المحللون عن هذا الحراك، منهم من اعتبره حراك موضوعي بسبب الفقر، سبب التخلف، فقر الدكتاتوريات والاستبداد، ومنهم ما اعتبره أنه مؤامرة خارجية قد حركت أصابعها بعض الدول وأجهزة الاستخبارات، ومنهم اعتبره بالمحصلات كما شاهد على أنه لم يكن إلا لعبة الجيوش العربية. واختلفوا ما بين تسمية الربيع العربي التي هي تسمية لم يخترعها أي عربي على فكرة، هي جاءت بالإعلام الغربي إسقاطا وتبناها الإعلام العربي وبدأ يلوكها، والآخرون سموها جزء من الفوضى الخلاقة على أنه هذا بما حصل في ليبيا وغيره من الاقتتال لم يكن في الحقيقة ثورات، بل هو ذهب بنا إلى الاقتتال. أنا سميت هذا الحراك الحراك العربي لأنه هو في حركة، ما في شك، ما بيختلفوا اثنين أنه في حراك. هو عربي لأنه وقع في البلدان العربية كله، ولكن أضفت عليه وصف المرقط، والمرقط جاءت من وصف اللباس العسكري المرقط الذي يعني تتواجد فيه الألوان المتعددة من الأسود والبيج والأخضر والزيتي لكي يضيع الإنسان في الطبيعة من خلال هذا اللباس. وهذا الاختيار لم يكن اعتباطيا لدي، بل لأن فعلا الأمور الموضوعية موجودة، والاستبداد موجود، والفقر موجود، وغياب الحريات موجودة، ولكن أيضا لأنني أعلم على أن هناك سياسات أمريكية واستراتيجيات كانت وضعت من أجل تغيير الوضع في العالم العربي، وكأنها يعني الاستباق في عملية التغيير لكي يأتي التغيير على يد الغرب ولا يأتي مضادا للغرب، فترتاح الشعوب إلى عملية التغيير التي حصلت وتستبدل وجوها بوجوه، وهذا عبر التاريخ قد حصل. يعني بيجيبوا عميل لهم بعدين بيعملوا انقلاب عليه هن عسكري وبيجيبوا آخر، والشعوب تعتقد على أنها قد حققت انتصارات وحققت تغييرات، ولكنهم يستمرون في عملية السيطرة والإخضاع بشكل تام. وكان لدينا معلومات وخطط نعرف عنها على أنها أيضا هذه موجودة. في نفس الوقت كان هناك أدوار لما يعرف بالدول العميقة في كل دولة، في مصر هناك دولة عميقة، في تونس هناك جيش وأجهزة استخبارات، وفي دول أخرى في دولة عميقة وفي شخص يقود، فأيضا قد لا تتفق الدولة العميقة مع الشخص لأن تكتشف أنه مصالحها بدأت تتضرر أو أن البلد في خطر، فتتناغم مع المصلحة الوطنية والموضوعية وتتناغم مع القرار الغربي بالإطاحة بالزعيم، فبروح الزعيم فرع عملي مثل ما بيقولوا عنا بلبنان. دقة المراقبة اللي حصل اليوم على أن الأماكن التي تم فيها التغيير بشكل شبه سلمي كتونس كمصر كان السبب على أن الجيش والقوى الأمنية الأساسية قد التحقت في ركب الحراك الشعبي وأجبرت الحاكم على التنحي. أنا أزيدكم علما أكثر من ذلك على أنه في مصر الجيش لم يلتحق في الشعب، بل على أن من اليوم الأول للتظاهرة الأولى في ميدان التحرير كان جزء كبير من الاستخبارات الحربية التابعة للجيش المصري في لباس مدني يدعم الحراك الشعبي ضد حسني مبارك بالآلاف، وليس عناصر عشرات مختفية، بالآلاف. وبعد أسبوعين ثلاثة بتعرفوا هذه الثورة ما طولت كثير في مصر، يعني ما أخذت حتى قطعت الشهر، قالوا له لا يمكن نحن أن نطلق النار على الشعب والجيش يده مغلولة، ففهم الرئيس أنه ما عنده حاضنة، لا الجيش سيحميه ولا الشعب معه، فقرر يحط نائب رئيس جمهورية عمرو سليمان
على أنه إذا استقال هو تنحى يأتي هذا مكانه رئيس جمهورية. الذي فعله الجيش أنه أجبر عمرو سليمان على قراءة بيان ليس فيه مذكورا على أن من يتولى بعد حسني مبارك هو عمرو سليمان، بل أن مجلس عسكري هو الذي يتولى، وهذا الخطوة الإضافية التي قام بها الجيش. فإذا هناك حراك شعبي مدعوما من الجيش أو محرضا أيضا من الجيش أدى إلى تغيير رأس النظام ولم يؤدي إلى تغيير مصر العميقة. وهذه إلى قصة كبيرة نبقى شيئا نكتبها لأنه هلأ مش مجال نفوت بتفاصيلها شو سبب الجيش عملها. في تونس التي سبقت مصر أيضا الجيش بتوجيه أمريكي طلب من الرئيس أن يغادر ومع عائلته إلى باريس على أن يعود لوحده بعد ذلك ويواجه الشعب مع الجيش، فلم يجد نفسه في باريس بل وجد نفسه في السعودية، وهذا أيضا كان اتفاق أمريكي مع الجيش ومع السعودية ومع فرنسا للتخلص من زين العابدين والمجيء بمرحلة جديدة. فالمعادلة التي أطاحت بزين العابدين ليست معادلة الشعب يريد إسقاط النظام، بل على أن الشعب يتحرك والجيش يدعم فيسقط النظام. في بلدان لم يتجاوب الجيش ولم يكن العوبة في يد أي طرف بل كان تابعا للقائد كما هي الحالة في ليبيا، اضطر الأطلسي أن يتدخل فيضرب النظام ويحاربه ولكن تحت غطاء الحراك الشعبي. يعني تتم عملية إسقاط النظام من خلال تدخل خارجي مع غطاء على أن هذا عمل إنساني يدعم الشعب في الداخل، فأطيح بالنظام. وبما أن الأمور لم تكن مرتبة، ليس هناك حزب قائد لهذه الثورة وليس هناك قوة واحدة تقود هذه الثورة وليس هناك حتى ترتيبات أمنية مع الجيش الليبي الذي دمر ووجد نفسه كل واحد حامل سلاحه في كذا جيش في ليبيا، كانت النتيجة على أن الاقتتال يعم ليبيا عشائريا قبائليا عقائديا حزبيا على كافة الأصعدة، حروب متعددة الأهداف والمشارب والأيادي الداعمة، وليبيا ما زالت حتى الآن تتقاتل. في اليمن تحرك اليمنيون على أن هذه ثورة عربية، أينما هتف الشعب الشعب يريد إسقاط النظام، يجب على النظام أن يسقط وعلى الرئيس أن يذهب. الجيش اليمني ظل واقف مع علي عبد الله صالح، هن بيعملوا مظاهرات هو بيعمل مظاهرات، مظاهراته أقل من مظاهرات الشعب ولكن الجيش معه فما حدا بيقدر يشيله، إلى أن جاءت عملية محاولة الاغتيال وأدت إلى ما أدت، إلى سحل عبد الله صالح من المعادلة، معالجته في السعودية وإعادته كرجل مستقيل مع نائبه الذي يحكم. فإذن هنا شيء جديد، الشعب لم يستطع أن يسقط النظام بسبب وقوف الجيش، أيادي إقليمية ودولية سحبت هذا الرئيس من محاولة اغتيال وأجبرت المكونات كلها على أن تقبل بنائب رئيس عينوه لمدة سنتين وانتهوا السنتين واستغلوا تعرف القصة كلها، وأصر على أن يستمر بالمعادلة الإقليمية والشعب لم يرضى بذلك، فبدأنا بالمرحلة الثانية من الثورة اليمنية وبدأ الاقتتال في اليمن. وعندما لم يستطيعوا أن يحسموا الأمور اضطرت القوى الإقليمية المحرضة والمحركة والممولة الأساسية أن تدخل بنفسها في هذه الحرب لحسم هذه الأمور. فإذن أمامنا حتى الآن صور متعددة وليس صورة واحدة، ولذلك أصر على أنها مرقطة، هون في زيتي وأحمر وأخضر وكل الألوان موجودة في مصر وفي ليبيا وغيره، ولا نستطيع أن نقول لا هي ثورة شعوب هي كذا هي كذا، هذا الحسم باللون الواحد هو خطأ وليس علم. إلى أن وصلنا إلى سوريا وهي بيضة الأبان، هي الأساس في الهدف. الاستثمار في كل هذا الحراك يجب أن يخلق موجة في دولة ليس فيها معارضة بالمعنى القوي وليس فيها سخط شعبي بالمعنى القوي، بل بالعكس لديها غطاء وطني، أنها داعمة للمقاومة، أن لديها موقف قومي، أن رئيسها شاب وهو يتفاعل مع شعبه. ولكن نجير ما حصل في البلدان الأخرى على أن الموضة لازم تمشي على سوريا، الشعب يريد إسقاط النظام وتظاهروا وقد يسقط النظام في سوريا. نفس المعادلات التي شرحتها، الجيش في سوريا هو مع رأس الدولة، أكثرية الشعب في سوريا هي مع رأس الدولة، ولديه حصانة قومية ووطنية والمقاومة ومعسكر المقاومة، هو ليس لوحده، ليس معزولا، هو ليس تابعا للولايات المتحدة التي تقرر أن تتخلى عنه كما مبارك
لأنه مبارك عندما تتخلى الولايات المتحدة ما عنده ابن عم، ما عنده حدا يشيله. زين العابدين نفس الشيء، إذا أمريكا شالت إيدها مين بده يشيله؟ هو ما حدا. بينما رئيس بشار الأسد معسكره هو إيران، هو روسيا، هو حزب الله، هو الشعب العربي الملتحم مع المقاومة، فله منظومة، له شبكة علاقات يستطيع أن يناور من خلالها. ولذلك لم ينجحوا، اضطروا إلى أن يسلحوا وأن يتعاملوا مثل ما لاحظتم بتعميم الحرب الأهلية. هنا نعود إلى البحرين. البحرين هي أيضا من جملة الدول التي لديها غبن تاريخي ولديها نضال تاريخي. وأنا أذكر أن البحارنة، أو إذا الاسم مضبوط بالعربي، هم من أقدم من كان يتحرك في دول الخليج ثقافيا وفكريا وعزميا ونضاليا. وكان عندنا بلبنان مناضلين وكتاب ومفكرين، يعني بالمستوى الفكري الثقافي متقدمين في هذا المجال. فعندما تحركوا كان هذا تحرك طبيعي، ولكن التحرك على أمل أن يتم إسقاط تغيير جذري في النظام كان ضمن المفاهيم الموهومة بأنه الموجات الأخرى هي حقيقية، الشعب يريد إسقاط النظام فإذا نحن نستطيع. وأغفل في اليمن في البحرين على أن الجيش والدولة متماسكتان في مكان آخر، على أن المنظومة الإقليمية الداعمة لآل ثاني موجودة في الخليج هي متماسكة معه، على أن الأمريكي ليس لديه أي مصلحة بأن يقول له اذهب كما قال في الأماكن الأخرى، لأنه عندها سيجد نفسه مع قوة شعبية. عندما تذهب هذا الحاكم يمكن بعد أسبوعين تقول له اقفل لي هذه القاعدة البحرية بالبحرين وأنا لا أريد قوات أجنبية، فهو لا يستطيع أن يدخل هكذا مغامرة. من هنا كان الالتباس في تقدير الموقف التاريخي. هذا لا يعني أنه لم يكن لهم الحق بالتحرك، بالعكس كل الحراك مشروع، كل الحراك أساسا بمستوى عالي من الوعي السياسي، لأنه ما تشاهدونه من صور كل هدفه كان هو زجهم بالعنف الذي يفجر البحرين اقتتالا، ومع تدخل قوة عسكرية، وهذا لا يؤدي إلى نتائج دون حسم الأمور بموازين القوى اللي هي موجودة اليوم. متى ينتصر شعب البحرين؟ ينتصر شعب البحرين عندما تكسر شوكة درع الجزيرة الذي هو الحاضن الأساسي لهذه العائلة وتتغير الموازين. وكسر درع الجزيرة سيتم على مستوى الإقليم ولن يتم فقط على مستوى الجزيرة العربية فقط. وبوادره بدأت تبدأ في سوريا ومن اليمن. ومعنى ذلك أن الأمور إذا استمرت بهذا الشكل فالمعادلة لن تعد تكون تغيير موازين قوى في البحرين، بل إيجاد إقليم جديد خالي من رأس التآمر على أمن الإقليم، رأس التآمر على وحدة الإقليم، رأس التآمر على العقيدة الإسلامية، رأس التآمر على القيم الإنسانية الذي هو متمثل في بني سعود الذين يحكمون في شبه الجزيرة العربية. فإذا المعادلة تتعدى قدرة البحرين، ولو أن حركة شعب البحرين هي أساسية فيه وهي مرتبطة بموازين القوى الإقليمية وبمستقبل الصراع في المنطقة. ولذلك أهمية استمرار هذا الحراك هي جدا مهمة، المحافظة على القدرات جدا مهمة، والنظر بأمل للمستقبل هو شيء ضروري جدا، لأنه هو الحقيقي الذي سيتحقق بإذن الله بإرادة شعب البحرين وبإرادة القوى الخيرة التي تصارع في الإقليم لتغيير وجه الإقليم والقوى المسيطرة بالشكل السلبي على الإقليم، لأنه في قوى الحمد لله هي قادرة في الإقليم ولكن بالشكل الإيجابي. الآن العالم الإسلامي إلى أين غير البحرين؟ نوسع شوي الدائرة. عدونا وأعدائنا استطاعوا أن يدرسون بشكل جيد، يستفيدون من كافة العلوم الإنسانية، من علم نفس جماعي، من علوم اجتماعية، من قدرات اقتصادية، من قدرات إعلامية، أن يرتبوا خططهم على أساس أن يعم الاقتتال في المنطقة، لأنهم هم اكتشفوا أنهم غير قادرين على إخضاع المنطقة. يعني لا الإسرائيلي قادر على إخضاع الشعب الفلسطيني بعد 70 سنة،
انتفاضة وراء انتفاضة، مقاومة وراء مقاومة، لم يستطع أن يردع حزب الله بعد 2006، لم يستطع أن يردع حماس بعد 2014 و2012. الولايات المتحدة تعرف أنها لا تستطيع أن تسيطر، فقد جربت بكل جيوشها في العراق، لم تستطع أن تسيطر. فإذن ما يعرف بالسيطرة العسكرية المباشرة أصبح وراءنا، ولم يبقى أمامهم إلا خيار السيطرة عن بعد عن طريق إضعاف الخصم الآخر أو الطرف الآخر من خلال ماذا؟ الاقتتال، والانتصار علينا بالنقاط من خلال إضعافنا، من خلال اقتتالنا، لأنه بعد ذلك يستطيع هو أن يتدخل كحكم أو يتدخل كحاكم عندما يصبح الجميع في خبر كان مشلول الإرادة، مشلول القدرات، متنازع الأهداف، وعند ذلك يستطيع الغرب أن يحدد ما يريده في هذه المنطقة. ما هي الأساليب والوسائل التي استخدمت؟ لأنه نحن ما في داعي وصف لكم الحال اليوم، عم تسمعوا الأخبار، فجرني تفجرك، قتلني لقتلك، واقتتال وحسينيات عم تنضرب، ومساجد عم تتفجر، واغتيالات وإلى آخره. ولكن كيف وصل إلى هنا؟ أول من يعني أنا يمكن أول واحد تحدثت عن مسألة الفوضى الخلاقة على تلفزيون المنار، ثم بدأت بعد ذلك هذه الجملة يعني تتردد. اكتشفت بعد ذلك أنه 90% اللي عم بيرددوها لم يدرسوها كاستراتيجية، يعني أخذوها كمفهوم ولكن لم يدرسوا ما هي الأدوات التي تريد أن تستخدمها الولايات المتحدة للوصول إلى الفوضى الخلاقة. ساتلوف رئيس مجلس شؤون الشرق الأوسط في واشنطن الذي كتب عنها قال التالي: إن استراتيجية الفوضى الخلاقة التي تتبعها إدارة الرئيس جورج بوش، هذا السطر يكفي لوحده أن يسكت كل الذين يقولون أنه ما في مؤامرة اسمها فوضى خلاقة. هو يعترف أن استراتيجية التي تنفذها إدارة الرئيس بوش كفوضى خلاقة هي التالي: تبدأ من لبنان، لأن لبنان لا يهمنا بذاته، ولكنه عدوا معي، لبنان فيه طوائف ومذاهب، كل ما يحصل في لبنان على صعيد الطوائف والمذاهب سيؤثر على المنطقة بالطوائف والمذاهب. لبنان فيه فلسطينيون، فيه فلسطينيين، والفلسطينيين إذا تأثروا في أي شيء في لبنان سيتأثر الوضع الفلسطيني بشكل عام. لبنان فيه مقاومة، إذا ضربت أو ضعفت أو قوة المقاومة فتتأثر محور المقاومة في المنطقة بشكل عام. لبنان فيه صحافة حرة، نستطيع من خلالها أن نطل على منطقة الدول العربية بالأفكار، إذا كان ممنوع أن نصدر صحافة مستقلة في البلد الفلاني فالأفكار عم تنتقل من لبنان لأنه في صحافة حرة ولكن تحكي عن كل البلدان المحيطة بها، فإذا نستفيد من هذه الحالة. فإذا كل هذه النقاط التي ذكرها هي أولا نقاط موجودة في بلد وليس موجودة في كل البلدان، ولكن موجود مثلها في البلدان الأخرى، ويريد من هذا البلد أن يكون ماذا؟ محرضا مؤثرا على البلدان الأخرى. فإذا هي استراتيجية متشابكة متعددة الأبعاد، فيها الإعلام، فيها السياسة، فيها الأمن، فيها العقائد، فيها المذهب، فيها الطوائف، فيها كل شيء. بنفس الوقت هي تفاعلية، لأن ما يفعل في بلد يؤثر على البلدان الأخرى، وهذا علم يا أخوان، علم يدرسونه أصحاب علماء الاجتماع في العالم، على أنه نظرية الدومينو، أنه إذا عملنا حرب بمنطقة وفي بلدان حواليها متشابهة منها بالتشكيل الاجتماعي أو الديني أو هذا، ستتأثر وبالتالي يصبح تدحرج الكرة في الدول الأخرى. إذا في مجتمعات متشابهة في المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي وأصبح هناك تغيير في بلد ما على مستوى معين، فتتأثر البلدان الأخرى لأنها ستجد نفسها أنها متشابهة بالمأزق، فيجب أن تكون متشابهة بماذا؟ بالحلول أو بالتفاعل أو بردات الفعل، مثل ما بيعمل هون بنعمل هون. فإذا هناك عقل يستفيد وينفذ هذه الاستراتيجية. هون بقى بالمقابل، إذا أنا عرفت أنه في استراتيجية فوضى خلاقة وأن أدواتها ووسائلها هي متشابكة ومتفاعلة في الإقليم، أيجوز لي أن أظن أن حراكي في الزاروب الفلاني في المدينة الفلانية ما حيأثر على الزاروب الفلاني وفي المدينة الفلانية في بلد آخر؟
أيجوز لي أن أكون متحركا في مدينة لأن كلها من مذهب واحد وأظن أنني الحرية المطلقة أن أتصرف كما أريد دون أن أراعي التفاعلات التي يمكن أن تحصل في إخواني في بلاد أخرى يعيشون نفس الحالة المذهبية في محيط مختلف وهكذا دواليك؟ أيجوز أن أعتقد أن الإعلام الذي لدي يقف عند هذه القاعة؟ هلأ أنا أكون متأكدين، أنا أول ما بدأت حكي عامل حسابي أنه هذا الكلام يمكن أن يصل إلى لبنان، بس ممكن أن يكون مش يمكن حتما إلى واشنطن، إلى إسرائيل، إلى أي بلد بالعالم. ما في شيء بيمنع، لأنه جزء منكم اليوم حيسجله، جزء حيتواصل معه على التواصل الاجتماعي إما بالواتس أب أو بالإنترنت، حيبعث الفيديو، آخرون اللي حيخدوه يترجموه. ما عاد في حدود ممنوعية لا قانونية ولا تقنية ولا أخلاقية أنك تقول يا أنيس لما تحكي احكي بضمن هالأربع جدران، لا عم تحكي بكم ولكن كأنك عم تحكي للعالم. فإذا ما في سر حقولكم يا اليوم خاف عليه، ولا في فكرة بخجل منها، ولا شغلي بتحرض الآخرين ضدي إذا أنا أسعى إلى الوعد. كونوا أكيدين وإن شاء الله أنه أنجح بهالمسألة. فإذا هذه استراتيجية حقيقية هي متشابكة، يعني متكاملة ومتراصة، تتعاون فيما بينها، وتأثيرية تفاعلية لأنها تؤثر عبر الحدود. نحن في المقابل لم نقم كما يجب باستراتيجية معاكسة تفاعلية متشابكة، لأنه بعدنا عم نفكر أنه نحن عم نتحرك ضمن مدينتنا، أو نحن عم نتحرك ضمن عشيرتنا، أو بيكفي نتحرك ضمن مذهبنا. فإذا من ريحنا أنه نحكي هيك نحكي هيك، بس شو أثرها على اللي وراء الحيط ما بنعرف أو ما بهمنا نعرف. في حين أن الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية علمية سليمة ونجحت، نجحت. اليوم ما حدا يقول لي أنه إذا صار في تفجير في باكستان لا يتأثر به ابن الضاحية الجنوبية في بيروت، أو يتأثر فيه ابن البحرين، خاصة إذا دغري الصور على الواتس أب انتقلت. قلبك يتفجر أو تدمع عينك أو تفرح أو تضحك حسب شو بيجي لك على تليفون. وهم في عندهم أجهزة شغالة، يعني إذا في شيء بيهيج أكثر ممكن هني عندهم مين يبعث أكثر على كذا جهاز ويعملوا شبكات ومجموعات. ما أنت بتلاقي حالك دخلت بمجموعة ما بتعرف مين مشكلها، ما بتعرف مين راسها من إجريها، ممكن تكون في بلد آخر وهو يدعي أنه في بلدك وكو وكل